خارطة سياسية جديدة ظهرت في موريتانيا مع اكتمال إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية، حيث جمعت تشكيلة البرلمان الجديد نوابا من مدارس سياسية مختلفة رغم هيمنة حزب الإنصاف الحاكم على المقاعد النيابية. تشكيلة الجمعية الوطنية الجديدة التي ارتفع عدد أعضائها بموجب الاتفاق السياسي الموقع في 26 سبتمبر المنصرم بين الحكومة والأحزاب من 157 إلى 176 نائبا ينتخبون بالتناصف بين نظام الاقتراع بالأغلبية ونظام الاقتراع بالنسبية. الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية حملت مفاجآت للموريتانيين، حيث دخلت بموجب هذه الانتخابات أحزاب البرلمان لأول مرة في الوقت الذي عجزت فيه أحزاب عريقة عن الوصول لقبة البرلمان. المفاجآت التي حملتها هذه الانتخابات من أبرزها أنه في أحزاب ما يسمى بين قوسين بالمعارضة التاريخية أنها أصبحت خارج المشهد السياسي، لم تتمكن من الحصول على أي مقعد في البرلمان الجديد. نحن نقصد هنا حزب التكتل، حزب اتحاد قوى التقدم، وحزب تحالف الشعب التقدم. بإعلان النتائج الأولية لانتخابات 13 مايو تظهر هيمنة الحزب الحاكم على المجالس الجهوية التي حسمها في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني دخل الحزب البرلمان بأغلبية مريحة تتيح له تمرير جميع القوانين.